لم يمنع الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة المواطن الفلسطيني عاطف سلامة من الالتفات إلى تراث وطنه، وذلك عبر قيامه بترميم منزل أثري وقف شاهدا على حقب مختلفة مر بها القطاع. مزيد من التفاصيل في تقرير منى عوكل. ربما بات من النادر بأن يتجاهل شخصا إغراءات العصر من حداثة وتكنولوجيا، وأن يهرب بنفسه وعائلته إلى عبق التاريخ ورائحته العريقة، مختبئة في تفاصيل منزل عاش مئات الأعوام ينتظر من يضع لمساته الحانية عليه، على كل تفصيلة صغيرة كانت أم كبيرة، لتضع كل من العائلة والمنزل أسرارهما بين ثنايا هذه الجدران العتيقة. لوفر غزة كما أسماه السكان هنا، أعلن بانتهاء ترميمه عن منزل أثري صمد أعواما ليروي أحداثا وقصص ويحتفظ بعدد أنفاس من دخلوه، ليختار مالكه الجديد أن يحمل نفسه مسؤولية الحفاظ على جزء من تاريخ هذه المنطقة بل ويعيشها. هذا البيت أفضل بكثير من البيوت الحديثة اللي بنسميها إحنا البيوت الكرتونية. هذا البيت الحجر السميك، هذا البيت دافئ شتاء بارد صيفا، هذا البيت فيه كل مناحي الحياة. قمنا بترميمه وحدثنا فيه وربطنا ما بين القديم والحديث، وبالتالي أصبح على هذه الصورة. رغم كل الصعوبات التي واجهتهم خلال فترة ترميمه من نقص في المواد الخام وعدم توفر الكفاءات للتعامل معها بمجهودات شخصية تطلبت المزج بين العراقة والحداثة، تمكن الدكتور عاطف بأن يجعل من هذا المكان ملاذا آمنا له ولعائلته. هذا البيت أحيانا الوهلة الأولى حدا بفكره أنه لحريم السلطان، بالقرن 21 يمكن صعب تعيش بهيك بيت، لكن بالحقيقة هذا البيت بتوفر فيه كل الشروط اللازمة لأي بيت، من ناحية صحية، من ناحية بيئية، من ناحية جمالية. شعور لا يوصف أن تكون في قطعة من التاريخ، تشعر بأنك تمتلك جزء من تاريخ أبائك وأجدادك، بكرس شعورك الوطني أكثر وأكثر، بيكون في شعور خاص بدمجك فيه. أوقات تسرح لبعيد تقول شو كان قبلينا، مين كان، تحس إنه في عن جد حكايات ألف ليلة وليلة. تفاصيل هذا المكان جميلة، هنا بحرة ومزيرة وإيوان وبئر وزجاج ملون وأحجار عتيقة، هنا مقاعد خشبية وأبواب مزخرفة، وهنا مكتبة أكملت صورة المنزل العربي الأصيل. في مكان كهذا لست بحاجة للحديث، عليك فقط بأن ترى وتسمع وتتخيل وتنتقل بنفسك من هذا القرن إلى قرون خلت. منى عوكل لقناة رؤيا، غزة، فلسطين.